بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التعليم المختلط. نشرت جريدة مقالة حول ضرورة فصل الأولاد عن بعضهم في التعليم الابتدائي، في الطريقة التي يعالج بها المعلومات مختلفة عند الجنسين. قد وجدوا أيضا تركيز الطفل يكون أكبر عندما يوضع مع أطفال من جنسه، أي الأطفال الذكور في صف والأطفال الإناث في صف آخر، هكذا يكون أدائهم أفضل علميا. قد قام دكتور شهير جدا بتأليف كتاب حول هذا الموضوع، محاولا أن يثبت أن التعليم المختلط لا جدوى منه، وأنه يخفض الروح التنافسية ويقلل فرص الإبداع، وأنه من الضروري أن يتم فصل بين الجنسين منذ المرحلة الأولى قبل المدرسة، أي أن من عمر 5 سنوات تقريبا، لأن سرعة التعلم تختلف بين الجنسين وسرعة نضوج العقل تختلف أيضا. هنا نتذكر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي أوصى بضرورة الفصل بين الجنسين عن بعضهما في التعليم وفي النوم أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يؤكد في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى، سورة آل عمران آية 36. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.